السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناتي، معكم سمورة. إذا كنت أول مرة كتشاهد القناة، ما تنساش الاشتراك، تفعيل الجرس، وأيضا زيارة صفحتي على الانستغرام، لأنه كنحط فيها قبل من القناة كنحط بها الأشياء اللي أنا اشتغلت عليها وبعض الأفكار وهكذا. في دول إن شاء الله نعمل معكم غطاء وسادة هكا ربيعية صيفية. غنحتاجو 3 ألوان، أبيض أصفر وأخضر. أنا ما عنديش اللون الأصفر، فاستعملت هذا اللون هذا. سنارة مناسبة لمقاس الخيط ومقص. بالنسبة للزهرة، فالزهرة عبارة عن اسم الزهرة عبارة عن زهرة قحوان أو مارغاريت بالفرنسية. نبدأ على بركة الله. المركز هذه الوردة هذه مركز لها اللون أصفر، فنعمل دائرة سحرية، ثم نعمل داخل الدائرة 8 نصف عمود، 8 نصف عمود، وغادي نستمر بهذه الطريقة حتى نهاية الدور. عند الانتهاء فغادي نعمل منزلقة في ثاني غرزة من أول عمود، نصف عمود من أول نصف عمود. انتبهوا أنكم توضعوا منزلقة في غرزة خاطئة، لأنه هكا غادي يكون الدور الثاني غادي يكون العدد ديالو ليس بصحيح. ركزوا جيدا باش تعرفوا فين تعملوا منزلقة في ثاني غرزة. غادي نعمل غرزة لتثبيت، نقطع الخيط هكايا نكون كملت الشغل باللون الاصفر. غادي نسحب الخيط وغنقوم بعمليه تنظيف. هذه هي الدائره كما كتلاحظوا، او مركز زهره القوام. اللون الثاني اللي غادي نشتغل عليه اللي كتكون به الزهره وهو اللون الابيض. غادي نعمل عقده البدايه، عقده البداية بهذا الشكل هذا، ثم نحاول أنني نمرر السنارة في أي فراغ من هذا نصف عمود أو فوق الغرزة، يعني حسب الرغبة، سواء تمر السنارة في الغرز أو ممكن تمروها بالأعمدة. أنا غادي لأنه الخيط كما كتلاحظوا عندي هو خيط أكريليك شوية، ما كيوضحش التفاصيل بشكل جيد بالنسبة لأشياء صغيرة، لهذا فغنعمل فوق الغرزة مباشرة. غادي نسحب الخيط الأبيض وغادي نسحبه داخل الغرزة، وغادي نعمل ارتفاع مباشرة 3 غرز. الآن باش نشكل غرزة البوب كورن، في نفس الفراغ غادي نضيف 5 عمود بلفة، بالإضافة إلى 3 غرز الارتفاع غادي يكون المجموع 6 عمود بلفة باش نشكل أول بوب كورن. فغادي نكمل 5 عمود بلفة كما قلت. فخاص تستعملوا باش تكملوا شكل الوردة، خاص تستعملوا هاد الألوان اللي عملت أنا باستثناء اللون الأول، فأفضل أنه يكون لون أصفر. أنا لأنه ما عنديش فبدأت عملت هاد اللون هذا، فهو قريب من الأصفر. من بعد ما نهيت 5 أعمدة فغنسحب الخيط بهذا الشكل هذا، وغادي نمشي إلى ثالث غرزة، غادي نمر فيها السنارة وغادي نسحب هاد العقدة هذه، غادي ندخلها في السنارة بهذا الشكل هذا، وغادي نعمل منزلقة. أنا غادي ناخد هاد العقدة وغندخلها في هاد المكان هذا بهذا الشكل هذا، ثم دائما غنسحب هذيك الاصبع الابهام باش تغلق ليا، باش هكا تشكل ليا البوب كورن. غادي نعمل 2 غرز وغادي نمشي بطبيعه الحال، نوريكم مره ثانيه. غادي نمشي الفراغ الموالي او الغرزه المواليه، يعني حسب نتوما يا فين عملتو هاد البوب كورن. كما قلت فانا غادي نعملهم في الغرز لانه الخيط شويه هكا ما كيجيش في الاشياء الدقيقه. غادي في نفس الغرزه غادي نعمل 6 عمود بلفه، دائما كنقوم بعمليه تنظيف اثناء الشغل ديالنا.
بالنسبة للون الأخير فهو اللون حسب الرغبة. أنا استعملت اللون الأخضر هكا يعني كيدل على الطبيعة أو الربيع، لهذا فاستعملت اللون الأخضر. ممكن تستعملوا أي لون متوفر عندكم، لأن الوردة فهي فقط بلونين، أما المربع الجراني فحسب الرغبة. كما كتلاحظوا غادي نمشي هنا، عملت 6 وهنا سحبت الخيط، وغادي نمشي ثالث غرزة من أول عمود عملناه، وغادي ندخل فيه السنارة، وغادي ندخل السنارة في العقدة أو في هذه الدائرة هذه، وغادي نسحب الخيط، ثم غادي نسحب الإبهام الخيط أو الإبهام من الأصبع أو من الإبهام باش هكا تشكل ليا البوب كورن، ثم 2 غرز كالفاصلة. وغادي نستمر بهذه الطريقة. هنايا في الأول عملنا 8 نصف عمود، يعني غادي يكون عندنا 8 ديال غرزة البوب كورن. عند الانتهاء دائما 2 غرز المسافة، كما كتشوفوا أنا عملت 8 غرز المسافة. وغادي نعمل المنزلقة في أي مكان هنايا، تقريبا أنا عملتها في 3 غرزة من أول 3 غرز الارتفاع اللي عملتها. وغادي نعمل غرزة للتثبيت ونقطع الخيط هكا كل كملت الزهرة ديالنا. وغادي يجي الآن مرحلة المربع، مرحلة نشكلوها على شكل جراني، مربع جراني. فغنعمل معاكم فقط دورين، كنظن أن الجميع كيعرف كيفاش يشكل مربع الجراني. وسبق لي عملت أكثر من مرة في القناة، فغنعمل معاكم فقط دورين اللي غادي باش من الوردة غنحولوها لمربع. غادي نمشي لأي فراغ ديال 2 غرز اللي خدمنا بهم في الدور السابق. كما كتشوفوا أي مكان غنحاول أنا نغير المكان، لأنه فكرت أنني خصني نقوم بعملية تنظيف. فغنعملها هنايا، ثم غادي نسحب اللون الأخضر، وغادي نعمل ارتفاع 3 غرز، وفي نفس المكان غادي نضيف 2 غرز، يعني المجموع بالإضافة إلى 3 غرز الارتفاع هو 3 عمود بلفة. نعيد مرة أخرى، ارتفاع 3 غرز في نفس المكان 2 عمود بلفة، ثم غرزة واحدة الفاصلة، غرزة واحدة فاصلة. ثم غادي نمشي مباشرة للفراغ الموالي، وغادي نعمل فيه أول زاوية اللي هي 3 عمود بلفة، 2 غرز، 3 عمود بلفة، لأنه مربع فكيتشكل من 4 زوايا. هما اللي غادي نشكلوهم بهذه الطريقة، وهي 3 عمود بلفة، 2 غرز، 3 عمود بلفة، وهكذا، يعني في كل بشكل تناوبي، يعني 3 عمود بلفة في غرزة، فقط 3 عمود بلفة في مكان واحد في فراغ واحد، في الفراغ الموالي 3 عمود بلفة، 2 غرز، 3 عمود بلفة، في الفراغ الموالي 3 عمود بلفة فقط، وهكذا. باش تشكل لنا 4 زوايا. نرجع مرة أخرى، كما قلت لكم دائما الغرزة الفاصلة، وغادي نمشي الفراغ الموالي مع قيام بعملية التنظيف، وغنعمل 3 عمود بلفة بهذا الشكل، هذا 3 عمود بلفة، 3 عمود بلفة. ثم في الفراغ الموالي غادي نشكل الزاوية الثانية للمربع أو الركن الثاني للمربع، دائما الغرزة الفاصلة مع قيام بعملية التنظيف في نفس الوقت، وغادي نعمل 3 عمود بلفة، 3 غرز، 3 عمود بلفة، وهكذا حتى نهاية تشكيل المربع. باش نمر للدور الثاني اللي غادي يكون دور يعني مكرر، وغادي يبقى لكم مطلق الحرية حجم الغطاء أو الغطاء الوسادة اللي نتوما غتعملوا، أو المفرش أو البطانية. يعني بالنسبة لهذا المربع ممكن تعملوا به أشياء كثيرة كثيرة كثيرة. أنا هنايا فغادي نشكلها بإذن الله مربع، غادي نحتاج غادي كنتسنى فقط أنني يكون عندي نشري وسادة هكا بيضاء نفس القياس اللي عملت أنايا، وباش هكا يمكن عملت أنايا الوسادة نشكل بها هكا الصالون ديال أنا. بالنسبة لي فغنوضعها بإذن الله في الصالون، إلا كملت فغنوريها لكم بطبيعة الحال. كما قلت كنحتاج فقط غادي نحتاج فقط الوسادة فارغة، يعني فقط ديك الوسادة اللي تيكون فيها القطن، وكيكون الغطاء ديالها ابيض، باش هكايا ما بغيتش انايا هاد الوسادة، هاد الغطاء ديال الكروشيه انني ندخل فيه نيشان القطن، فما غاديش يجي بطبيعة الحال جميل. هنايا عملت ارتفاع 3 غرز زائد غرزة الفاصلة، لان الفراغ كما قلت لكم في الفراغ كيجي في خلف ارتفاع
ده الغرز للارتفاع، فما غاديش في نفس المكان، غادي نشكل فيه ثلاث عمود بلفة ابدا، فغنتركو حتى نكمل الدور وغادي نرجع ليه. ارتفاع ثلاث غرز زائد غرزة واحدة، المجموع اربع غرز في الفراغ الموالي ثلاث عمود بلفة، ثم غرزة واحدة وفي الزاوية غادي نشكلو زاوية اخرى ثلاث عمود بلفة، اثنان غرز ثلاث عمود بلفة، وهكذا. فغتبقاو مستمرين بهذا الشكل هذا. كنظن المربع الجراني فانا عملته اكثر من مره على القناه باش ما يجيش مكرر، وغادي يكون واحد الفيديو تاني عباره عن بطانيه، يعني اكبر بطانيه اشتغلتها بمربعات الجراني. طبيعه الحال ما غاديش باش هكا ما يكونش الفيديو مكرر، كما كتعرفوا كتشوفوا القناه ديالي، فانا كنعشق هاد المربعات الجراني، كيجوني هكا افضل في الشغل ديالي. لهدف انا ما غاديش نوريكم، ما غاديش نكمل معاكم هاد المربع، انا فقط شكلت معاكم الوردة وشكلت معاكم كيفاش تبدا تحول من الوردة تحولوها الى مربع. هذا هو الاساس، اما الباقي فهو مكرر كما كتشوفوا. في كل زاويه غتعملوا ثلاث عمود بلفه، ثلاث غرز، اثنان غرز ثلاث عمود بلفه، وفي كل فراغ غتعملوا ثلاث عمود بلفه، وما تنساوش الغرزه الفاصله. هنا فقط غنوريكم كيفاش انكم تكملوا الى جاكم الفراغ خلف الغرز الارتفاع، غادي نضيف اثنان غرز زائد ثلاث غرز الارتفاع، هما ثالث عمود بلفه، نعتبرهم كثالث عمود بلفه، ثم مزلقه في ثالث غرزه، والغرزه الرابعه اللي بقات لكم هي الغرزه الفاصله. وغادي نستمر بهذه الطريقه كما كتلاحظوا، في ثلاث غرز الارتفاع جاني الفراغ ديالها في الامام، يعني ممكن انني نكمل نضيف اثنان عمود بلفه. كنتمنى يكون واضح لانه شرحت اكثر من مره هاد القضيه هذه. وانا نحاول انني نكمل المربع ديالي كما كتشوفوا، كيجي زوين بزاف. هذا هو المربع من بعد ما كملت. نحسب معاكم شحال عملت، 1 2 3 4 5 6 7 8 تقريبا 10 اللي عملت معاكم، 10. قدر نضيف لون ابيض في الاخر، هكايا في الاخير غادي نعمل لون ابيض في الادوار الاخيره، تقريبا دورين او ثلاث ادوار، يعني كما قلت غادي نشوف حسب القياس اللي لقيت ديال الوساده، غادي نلقى ديال الوساده، وبهكايا نكمل باللون الابيض باش ما يجينيش هكا بزاف اللون الاخضر. اما بالنسبه للجهه الخلفيه ديال الوساده فما تعملوهاش بهذا، ما تعملوهاش بهاد القطعه هذه، وانما عملوها بمربع جراني عادي، ما يكونش المركز ديالو لا ورده ولا اي حاجه، فقط مربع جراني عادي جدا. كنتكلم على الجهه الخلفيه ديال الوزاده، اما الجهه الاماميه بطبيعه الحال فزينوها بهذا الشكل هذا. كما قلت ممكن تعملوها كبطانيه او غطاء للمفرش، الا عملتو هكا بزاف ديال المربعات بهذا المربع جراني ديال زهاد الاقحوان، الا عملتهم بزاف 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 ومن بعد شبكتوهم فكتجي رائع، مفرش جميل 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 جدا صراحه. كنتمنى الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله تعالى. دمتم بخير، مع السلامه.